دكتور أحمد، لو بدأنا من آخر التطورات التي تحصل الآن على المستوى السياسي والمفاوضات التي ستبدأ في إسطنبول، هل ترى بأن إسطنبول وهذه الوساطة التركية قادرة على وقف إطلاق نار في أوكرانيا وإقناع بوتين على وقف هذه الحرب؟ بكل وضوح أن تركيا أصبحت فاعلا سياسيا وله مصداقية لدى كل الأطراف، واتضح هذا خلال الاجتماع الأخير للناتو ببروكسل، وقد استقبل أردوغان وكأنه المنقذ لهذه الحرب. وقد شاهدنا بعض الصور اللطيفة من الرئيس الفرنسي الذي كانت له احترازات على تركيا، أصبحت تركيا الآن محطة هامة لكل الفرقاء، وخاصة أن الناتو والاتحاد الأوروبي وكأنه يطلب من تركيا صراحة أن تلعب هذا الدور الوسيط وأن تنهي هذه الحرب التي هي يعتبرها العديد أنها على أبواب أوروبا.